ليس للفقراء في العراق بعد الله سوى جهود الخيرين من أبناء الشعب العراقي، بعدما غاب دور الدولة بانشغال السياسيين بصراعاتهم ونهبهم لخيرات الشعب وحقوق الفقراء. حملة خيرية بدأها الناشط ثائر المدني ابن محافظة النجف قبل سنوات عدة لمساعدة الفقراء والمحتاجين بما يستطيع من جهد ومال. بديت بهاي الحملة قبل 8 سنوات، بديت بها بشغلات بسيطة، ايوه الشباك اللي نصبغه، يعني ترميمات بالبيت اللي يحتاجها هذا المواطن. بديت بها وانشر على صفحات الفيسبوك بان اكو عوائل فقيرة ومحتاجة، واحنا اليوم لازم من دورنا احنا كمواطنين لازم نساهم ونساعد ويعني قدر الامكان نساعد هاي العوائل. بدأت الحملة الخيرية بجهد فردي من الناشط ثائر، غير أن الخيرين من أبناء المحافظة لم يتركوه وحيدا، فساعدوه وبذلوا من الجهد والمال كل بحسب استطاعته. احنا صحيح عمال، بس اليوم عمال يعني طالعين احنا مجانين على مود سعادة الفقراء والمساكين في محافظة النجف الأشرف. احنا جينا نعاون على طريقة الفيس، جينا على مود أبو حسين ثائر المدني، هذا إنسان مواطن شريف وجاي يعاون الفقراء ويسعد الفقراء دائما بالعيد وغير العيد. انتشرت الفكرة وتوسعت الحملة، وبدلا من تقديم معونات غذائية أو ملابس للفقراء، تطور الأمر إلى تبرع البعض بقطع أرض والبعض بتكاليف البناء ليجد الفقير بيتا يؤويه ويرفع عن كاهله هم دفع الإيجار كل شهر. من الزمان يتردد علينا ثائر المدني دائما يجيب لنا مساعدات ملابس الجهالنا، يعني يتردد علينا وعلى كل ناس فقراء هواي امورهم شويه تعبانه. ففتره من الزمن ورا شهرين من خلصت كورونا فسالنا هو قال شنو موضوع الاجار؟ قلنا على موضوع الاجار شويه تعبان. قال انا عندي بيوت اعطيها للناس شويه امورها تعبانه. الجهود الانسانيه الخيريه باتت تمثل رمزا لاصاله الشعب العراقي برغم محاولات تشويه الهويه وافساد السجيه، وتؤكد ان العراقيين سيظلون رمزا للكرم والعطاء والتكافل بين أبناء الوطن الواحد.